السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الشماتة. الشماتة هي الفرح والسرور والضحك على مصيبة الآخرين أو فشلهم أو لتعرضهم إلى بلاء أو مكروه. الشماتة إنها من المحرمات وخلق ذميم. قد يبتلى الشامت بما شمت به. قال النبي عليه السلام: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. الشماتة تضعف روابط المجتمع وتنشر العداوة والبغضاء والشر بين الناس. الشامت إنه إنسان قلبه خالي من المحبة والمودة والعطف، قلبه مملوء بالعداوة والحقد والكراهية والبغضاء والحسد واللؤم. لا تشمت ولا تسخر بمرض أحد أو إذا ابتلي بمصيبة أو عاهة. فإذا وقعت في الشماتة استغفر الله واطلب التوبة وأكثر من الدعاء واعمل أعمالا صالحة وقم بالصدقات.